حفظي عبد الله رئيس جامعه النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب. انا تدلينا على افتتاح المعرض الدولي للنقل واللوجيستيك. وفي حقيقه في نسخته العاشره يبقى فضاء فاضلا لتوعية وتحسيس جميع الفاعلين، سواء كانوا مواطنين او فاعلين اقتصاديين او مهنيين داخل 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 القطاع او فاعلين مؤسساتين، وبالتالي ان الدور ديال هاد المنتديات وهاد الفضاءات هو فضاء اللي يمكن من تحسيس المواطن والفاعل العمومي والمهنيين بأهمية الأدوار التي يقوم بها هذا النشاط ديال النقل واللوجيستيك في تنافسية الاقتصاد الوطني، والأدوار التي يقوم بها في يعني التحسيس بأهمية التحديات التي يطرحها هذا القطاع، سواء منها التحديات المتعلقة بالطريق العام، لأن نشاط النقل يتم عبر الطريق العام، إذن هناك تحديات ديال السلامة الطرقية، هناك تحديات ديال البيئة، هناك تحديات ديال الطاقة إلى آخره، والتحديات المتعلقة بالطبع بانتقال طاقي بتأمين نقل آمين بالطبع كما قلت، وكذلك التحديات المتعلقة بجميع التورات الرقمية اللي اليوم أن كنت كلموا على الانفورماتيك أمباركي، يعني المعلومات في الحركية ديال الشاحنات والعربات بصفة عامة، التدبير ديال النقل واللوجيستيك بواسطة الرقمنة هذه، وكذلك المسائل المتعلقة بالبيئة، خصوصا وأن هناك تحديات يعني مع الجانب الأوروبي اللي كاين هو عنده ميثاق أخضر، واللي ابتداء من 2026 هناك إكراهات كبيرة لا فيما يخص الشاحنات التي تليج الاتحاد الأوروبي ولا فيما يخص البضائع التي تليج الاتحاد الأوروبي، واللي بالطبع أنها سوف تقض تنافسيتنا إلى ما خديناش التدابير التي يجب أن نتخذها اليوم في اتجاه أنه تأمين نقل أخضر من الآن، سواء على صعيد الشاحنات، على صعيد التكوين، على صعيد البضائع، إنتاج البضائع، يعني أنها نخلصها من البصمة ديال الكربون اللي بالطبع كتكتنفها. فابتداء من 2026 سوف الاتحاد الأوروبي سوف يطبق ماكس إنتاكس كربون ابتداء من الحدود يعني ديال المغرب، وبالتالي أنه المنتوج المغربي الذي سيصنع ببصمة كربونية وتكلفة كبيرة غادي يكون عنده تكلفة أكثر بالطبع عند بيعه في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سوف يكون أقل تنافسية من نظيره الأوروبي، وبالتالي أن الاقتصاد الأوروبي ما غاديش يكون. يعني اليوم حان الوقت لإعمال الانعطافات اللازمة من أجل أخذ بعين الاعتبار هالتحولات الكبرى التي تطال بالطبع السياق العام اللي كنت نمو فيه، ولكن كذلك المتعلق بقطاعنا النقل واللوجيستيك. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.